يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. كان المجلس قد قرر عقد الجلسة بعدما طلبت السلطة الفلسطينية من المجلس النظر مجددا في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. في هذه الأثناء أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستصوت ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمنع الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. Oh,